شبعني بقالي كتير ما شفتوش. الله يسلمك. أعتقد كده ابتدينا الشيرينج مظبوط. جميل. تمام يا دكتور، تمام. في البداية يعني مش عارف هل احنا نقدر نعمل أميوت لحد من زملائنا، لو حد يقدر يقول لنا هو شايف ايه في الاكس راي ديت، في حد من زملائنا المشاركين يحب يقول لنا؟ طيب عبد الرحمن الشيخ، ممكن نعمل اميوت لحد من الزملاء؟ لو حد حابب ان هو يشارك. لو حد حابب يريز هاند. مع حضرتك يا فندم، لو حد عمل ريز هاند هعمل له اميوت. طيب احنا ما فيش حد دلوقتي يا دكتور احمد الشيخ، ما فيش حد عامل ريزنج هاند مظبوط؟ لا ما فيش. لا طيب خلاص، يبقى احنا هنقول ده بلين اكس راي انتروبوستيريور فيو، وزي ما احنا شايفين هنا في لوز بادي او بون اوسيكل عند التب بتاعت اللاترال ماليولس، والملفت للنظر هو التيلر تيلت. طبعا يعني المنظر دوت احنا هنشوفه كتير في حالات الانكل انستابيليتي، اللاترال انكل انستابيليتي تحديدا. فخلينا نخلينا فاكرين بس شكل الاكس راي ديت عشان نرجع لها ان شاء الله بعد شويه. الليرنينج اوت كام بتاعنا النهارده ان احنا باذن الله هنقدر نعمل ليستنج للانكل ستابلايزرز، ونعمل ايدنتيفيكيشن للتايبز اوف انكل انستابيليتي، ونقدر نعمل ديسكريبشن للدايجنوستيك كريتيريا فور ايتش تايب، ونعمل اوت لاين للموداليتيز اوف تريتمنت لكل نوع من الانكل انستابيليتي. في البدايه احنا محتاجين نعرف يعني ايه هي الانكل انستابيليتي. هو الحقيقه الانكل انستابيليتي باي ديفينيشن از ا كرونيك كونديشن، فاحنا محتاجين نحط تحت كلمه كرونيك ديت كذا خط، لان مش كل عيان هيكون عنده انكل سبرين او انكل انجري اكيوت هو انكل او كرونيك انكل انستابيليتي. فاحنا بنعرف الكرونيك انكل او الانكل انستابيليتي انها كرونيك كونديشن where the static and dynamic stabilizers no longer function to stabilize the ankle joint. ويعني انا حابب ان احنا نبدا بالفيديو البسيط دوت لانه بيبين لنا كلينيكالي هو ايه الانكل انستابيليتي. ده واحد من الانكل انستابيليتي تيستس اسمه الانتيرور درور تيست، وزي ما احنا شايفين بيحصل قد ايه ترانسليشن للتيلس اندر دي مورتس، دي اسمها suction sign، ودي معناها ان الانتيريور تيلو فيبلو ليجامنت استول. وده طبعا نفس التيست اندر اكس راي بنشوف قد ايه الترانسليشن او ايفن السبلكسيشن للتيلس اندر المورتس. دوت التيست الثاني ستريس بارس تيست، وقد ايه بيحصل تيلر تيلت ميديالي، ودوت بيكون معناه ان في تير في الكالكينيو فيبلر ليجامنت. سوري هو الفيديو بس معلق. وده نفس المنظر او نفس التست تحت الايمج نشوف قد ايه كميه التيلر تيلت. طيب ايه انواع الانكل انستابيليتي؟ الحقيقه في نوعين مهمين احنا محتاجين ان احنا دايما نبقى فاكرينهم، الفانكشنال انستابيليتي والميكانيكال انستابيليتي. دولت المين كلاسيفيكيشن للانكل انستابيليتي، وهما ماشيين معانا في كل الانواع بتاعه الانكل انستابيليتي سواء كانت لاترال او ميديال. كل لاترال ممكن يكون فانكشنال او او ميكانيكال، وكل ميديال انستابيليتي ممكن يكون فانكشنال او ميكانيكال انستابيليتي. طب ايه الفرق بينهم؟ الحقيقه الفانكشنال هو الموست كومن تايب دوت اللي احنا عاده بنقابله اكتر من الميكانيكال، لكن هو سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ يعني حاجه انا ما بقدرش كجراح ان انا اعمل لها ديتكشن كلينيكلي، هو العيان هو اللي بيوصفها دايما، بيوصف ان هو دايما يكون عنده sensation of giving way و recurrent sprains وبين. لكن انا ما اقدرش اشوف radiological evidence او clinical evidence على ال instability اللي البيشنت بيشتكي منها. طيب ايه اسبابها؟ اسبابها كلها بتدور في الفلك دوت. اول سبب البروبيوسبتيف ديفيسيت. باختصار البروبيوسبشن عباره عن ان البروبيوسبتورز بتخلي الهاير سنترز تقدر تعمل ديتكشن للبوزيشن بتاع الانكل جوينت. ففي حاله الديفيشنسي في البروبيوسبشن بيكون الهاير سنتر مش قادره انها تديتكت البوزيشن بتاع الانكل، فبالتالي العيان سهل جدا ان يخش في انفرجن انجري وهو ماشي.
السبب الثاني لما يكون في برونيال ماسل ويكنس، لان ببساطه خالص البرونيال ماسلز هم المين دايناميك ستابلايزرز للانكل، فبالتالي لما يكون في ويكنس هيكون في دايما نوع من الانستابيليتي للماسلز. النوع السبب الثالث لما يكون البيشنت عنده اوريدي انكريزد ليجامنتس فلكسر. طيب الميكانيكال تايب هو عكسه بيكون اوبجكتيف، انا دايما بيكون عندي فيه كلينيكال ايفيدنس او راديولوجيكال ايفيدنس على الانستابيليتي، دي حاجه انا بشوفها فعلا. ازاي؟ ان انا لو عملت البيشنت مثلا ستريس راديوجرافز زي اللي احنا شفناها في السلايد الاولانيه اللي كانت على الانكل، هلاقي فيها تيلر تيلت، فدوت انا عندي راديولوجيكال ايفيدنس على الانستابيليتي. او ان انا لما اعمل للبيشنت اكزامينيشن زي مثلا الانتيرو درور تيست اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات، بيحصل فعلا انتيرو ترانسليشن للتيلرز، فدوت معناه ان في فعلا ميكانيكال ديستراكشن. فاذا الفرق بين الفانكشنال والميكانيكال فرق زي ما احنا شايفين واضح الى حد كبير، ان الميكانيكال دي حاجه انا اقدر اعمل لها ديتكشن في ايفيدنس سواء كلينيكال او راديولوجيكال، في حين ان الفانكشنال دي حاجه انا مش هقدر اشوف لها ايفيدنس سواء كلينيكال او راديولوجيكال. فاضل كلمه بسيطه خالص، ان احيانا البيشنت بيكون بريزنتد بفانكشنال وميكانيكال انستابيليتي، مش لازم يكون ميكانيكال بس او فانكشنال، ودوت هنشوف الامباكت بتاعه بعدين في اللاينز اوف تريتمنت. طيب الاناتوميكال تايبس، احنا عندنا ثلاثه مين تايبس للانكل انستابيليتي. اول واحد اللاترال انستابيليتي وير دي لاترال ليجامنتس ار تورن، الميديال انستابيليتي وير ذا ميديال اور دلتويد ليجامنتس ار تورن، وفي سندزموتيك انستابيليتي وير ذير از كرونيك سندزموتيك ديسربشن. احنا هنبدا نتكلم على كل تايب منهم بايجاز بحيث ان احنا نقدر نوصل نعمل ازاي دايجنوزس، ونقدر ان احنا نعرض المين ايتمز اوف تريتمنت لكل تايب منهم. نبدا الاول بالاناتومي، يعني باك تو بيزك شويه، دوت فرونتال سيكشن في الانكل جوينت، وبيبين لنا قد ايه الكونجرنسي اللي موجوده ما بين التيبيال بلافون وما بين الارتيكال سيرفيس اوف ذا تيلس وما بين الميديال ماليولس واللاترال ماليولس. والحقيقه البوني كونجرنسي ديت هي اهم فاكتور في الاستابيليتي بتاعت الانكل جوينت. لو احنا فاكرين زمان كنا بنتعلم ان السندزموتيك ديسربشن لما بيكون معاه او الانكل انجري بوجه عام لما بيكون معاه 1 ملي تيلر شيفت بيؤدي الى ديكريس في الكونتاكت اريا في الانكل جوينت اب تو 42%، وده بيبين قد ايه ان الكونجرنسي ديت مهمه جدا في الاستابيليتي بتاعت الانكل جوينت. دوت فيو بيوضح لنا اللاترال انكل ليجامنتس، هما بيتكونوا من الانتيريور تيلوفيبولار ليجامنت، بوستيريور تيلوفيبولار ليجامنت، وكالكينيو فيبولار ليجامنت. نفس الفيو هنا، الانتيريور تيلوفيبولار ليجامنت والكالكينيو فيبولار ليجامنت. الانتيريور تيلوفيبولار ليجامنت عاده بيكون تو باندلز، سوري هو بيكون 1 باندل، في بعض الاحيان بيكون 2 باندلز، ودوت الكالكينيو فيبولار. الانتيريور تيلوفيبولار ليجامنت بيمنع الانتيريور ترانسليشن وبيمنع التيلر تيلت في البلانتر فليكسد انكل، في حين ان الكالكينيو فيبولار ليجامنت بيعمل ليميتيشن للتيلر تيلت في الدورسي فليكسد انكل من. طيب الابيديميولوجي بتاع اللاترال انكل انستابيليتي هو حوالي 20% من العيانين اللي بيكون عندهم اكيوت ليجامنتس لاترال ليجامنتس ديستربشن بيكون بيديفلوب بعد كده لاترال انكل انستابيليتي، ودي طبعا نسبه مش قليله الحقيقه. طب الدايجنوز هيكون ازاي؟ البيشنت عاده بيجي بيشتكي من هيستوري اوف كارنت انكل سبرينز وفي سنسيشن اوف جيفنج واي بوزيتيف تندرنس، والثلاثه الاولانيين دولت الحقيقه هم هنلاقيهم الثابتين في كل العيانين. لو لقيتهم هم بس دوت معناه ان البيشنت غالبا عنده فانكشن انستابيليتي مش ميكانيكال انستابيليتي، لكن لو لقيت في بوزيتيف انتيريور درور تيست وبوزيتيف انفرجن تيست ده معناه ان ديفينتلي في ميكانيكال انستابيليتي. النقطه الاخيره ان مش كل عيان عنده لاترال تندرنس وهيستوري ريكورنت سبينز وسنسيشن اوف جيفنج واي هو بيور انكل لاترال انكل انستابيليتي، يعني في اذر كوزز للتندرنس، ممكن يكون في اوستيوكوندرا ليجن، ممكن يكون في عندي برونيال تندون تير، فانا لازم اعمل اكسكلوجن اوف اذر كوزز اوف تندرنس خصوصا في غياب الايفيدنس اوف ميكانيكال انستابيليتي. هنعرض الفيديو الثاني اللي احنا عرضناه في الاول بسرعه عشان نفتكر بعد ما اتكلمنا على التست بتاعتنا. دوت الانتيريور درور تيست اللي بنشخص بيه التير اوف انتيريور تيلوفيبولار ليجامنت، ودي اسمها السكشن ساين، بيبين لنا الانتيريور ترانسليشن اوف تيلس اندر دي تيبيال بلافون، وده الشكل بتاع
تيست اندر ايمج. ده التيست التاني ستريس بارس تيست اللي بنشخص بيه التير في الكالكينو فيبولار ليجمنت. وده نفس الشكل اندر ايمج بيبقى لنا قد ايه بيحصل التيلر تيلت بيكون سيجنفيكانت فعلا. طيب الدياجنوز الراديولوجيكال دياجنوزز عاده بيكون بالبلين اكس راي، ممكن طبعا يكون في دول للام ار اي. الستريس فيوز هنا دوت الانتيريور دروور تيست ده النورمال سايز زي ما احنا شايفين الكونجرنسي اللي ما بين التيلر هيد والتيلر بلافون. وهنا البوزيتيف انتيريور دروور تيست نشوف هنا الانتيريور ترانسليشن للتيلر بودي اندر البلافون. ودوت الستريس فورس تيست ده النورمال سايد، وهنا شايفين طبعا الاب نورمال اكسس تيلر تيلت. طيب التريتمنت لازم هنبدا كونزرفاتيف، لان زي ما احنا قلنا في حالات كتير جدا بتكون فانكشنال انستابيليتي وفي حالات بتكون ميكسد تايب، فلازم ابدا بالكونزرفاتيف تريتمنت اللي هو بيكون عباره عن بروبيوسيبتيف تريننج علشان اقدر اعمل ريستوريشن للبروبيوسيبشن، وبعمل كمان سترينثنج للكورنيال ماسلز عشان اعمل ريجيننج للباور بتاع المين ستابلايزر في الانكل. والحقيقه النتائج بتاعته بتاعت الكونزرفاتيف تريتمنت بتكون ذا بيست في حالات الفانكشنال انستابيليتي اكتر من الميكانيكال انستابيليتي، وده شيء مفهوم لان ما دام في تورن ليجمنت يبقى انا محتاج بعد الفيزيوثيرابي ان انا اعمل سيرجيكال انترفنشن. ولو ان اكتر من 50% من العيانين بيحصل لهم امبروفمنت بعد 12 اسبوع من بدايه التريتمنت، ودي نسبه طبعا مش قليله. طيب مين اللي هعمله سيرجيكال تريتمنت؟ ايه الانديكيشن بتاعته؟ اول حاجه الاكتف young middle age او لما يكون في failure للويل ديزاين ريهابيليتيشن بروجرام. وكلمه ويل ديزاين ريهابيليتيشن بروجرام دي مهمه جدا، لان مش كل عيان راح يعمل فيزيوثيرابي هو عيان اتعمل له ريهابيليتيشن بروجرام للانكل انستابيليتي. في ناس للاسف بتروح تعمل ميجرز فور بين ريليف بس، لا بيعمل سترينثنج للكورنيال ماسلز ولا بيعمل بروبيوسيبشن تريننج. ففي الحاله دي بيكون العيان فعلا ما عملش تريتمنت، فلازم يكون قبل ما احكم ان هو ريسبونس اكون متاكد ان العيان فعلا عمل الريهابيليتيشن بروجرام مظبوط. او لما يكون عندي بوزيتيف انتيريور درور اكتر من 1 سم او لو في تيلر سيلت اكتر من 15 درجه. طيب امتى ما اعملش كونتر انديكيشن بتاع السيرجيكال تريتمنت؟ لما يكونش عندي ايفيدنس لللاترال انستابيليتي، مفيش عندي بوزيتيف انتيريور درور تيست، مفيش عندي بوزيتيف فيروس تيست، مفيش عندي بوزيتيف ستريس فيوز زي ما احنا شفناها في الاكس ريز القديمه اللي احنا شفناها في اول البرزنتيشن. او يكون في عندي اذر كوزز للانستابيليتي زي ان يكون في مثلا عيان عنده اوستيوكوندرال ليجن، او يكون عيان عنده لوز بودي في الانكل، او يكون عيان اوريدي عنده نيورو ماسكولار ديس اوردر، او في حاله ان يكون اولد بيشنت ويز سيدنتري لايف. في الحاله ديت هو مش هيستفيد من الانترفنشن او ريبير اللي هيتعمل. طيب السيرجيكال تريتمنت في منه تو جروبس مين جروبس. النوع الاولاني هو الاناتوميكال ريبير، والنوع الثاني نون اناتوميكال تينوديزيس. باين طبعا من الاسم ان دوت اناتوميك ونون اناتوميك. الاناتوميك بيعتمد على ان انا بعمل ريستوريشن للاستابيليتي بتاع او الاستابيلايزر ستو الانكل مع محافظه على الاناتومي، يعني بدور على الفوت برانس وبحاول ان انا اكون عندهم وانا بعمل ريكونستراكشن بتاعي وبعمل الريبير بتاعي. النون اناتوميك انا بعمل استابيلايزيشن لكن ما بهتمش قوي بالفوت برنس ولا بالاوريجينال اناتومي اوف دي ستابلايزرز. اشهر نوع او النوع الوحيد للاناتومي كبير هو البروشتون جولد بروسيدور. ان اناتوميك تينوديزز في منه انواع كتير، اشهرهم الواتسون جونز وكريسمان سنوك والموديفايد ايفنز. طيب يعني اعمل انهي واحد فيهم، اعمل الاناتوميك ولا النون اناتوميك؟ الحقيقه هو حاليا بقى بترجح كافه الاناتوميك ريبير البروشتون جولد. وفي جمله ظريفه مذكوره في الباكسترز فوت اند انكل تكست بوك كاتبين ان هو it has taken almost five decades for the accumulation of scientific evidence to cast doubt on the non-anatomic tenodesis procedures. اخذنا 50 سنه علشان نقدر ان احنا نكون scientific evidence يشكك في النتائج بتاعت non-anatomic procedures في علاج lateral ankle instability. البروشتون جولد procedure باختصار هو زي ما احنا شايفين
دوت الانتيريور تيلو فيبولار ليجمنت ودوت الكالكينو فيبولار ليجمنت وديت الاكستنسور انفيريور اكستنسور تنكلم. زي ما احنا شايفين البوث ليجمنت سلاكس دوت معناه ان في انستابيليتي. باختصار انا بعمل سترينثنج، بعمل ريستوريشن للتنشن بتاع التو ليجمنتس عن طريق الامبليكيشن، بخيطهم بطريقه بانس اوفر فيست، وبعد كده بعمل لهم reinforcement بالاكستنسور ريتينكلم زي ما احنا شايفين. دوت الريبير او الامبليكيشن اللي احنا عملناه للبوث ليجمنتس الانتيريو تيلو فيبر والكالكينيو فيبر ليجمنت، وبعد كده بعمل لهم reinforcement بالانفيريور اكستنسور ريتينكلم. دي الحاله او الاكس راي اللي حطيناها في اول بروسيدور. زي ما احنا شايفين هنفتكر تاني، هي كانت العيان عنده 24 سنه بيشتكي من lateral ankle pain وريكرنت سبرينز، وديت كان شكل الستريس فيو بتاعه. زي ما احنا شايفين طبعا في بوزيتيف تيلر تيلت. العيان دوت اتعمل له فيزيوثيرابي، اتعمل له ريهابيليتيشن، برونيال تندون سترينثنينج، برونيال ماسل سترينثنينج، وبروبيوسبتيف تريننج، واتحسن لكن ستيل بيكومبلين من نفس المشاكل اللي عنده. مش عارف، ممكن نسال سؤال لو حد من الزملاء يحب يشارك معانا برضو، النوع الاستابيليتي اللي هنا فانكشنال ولا ميكانيكال؟ دكتور احمد الشيخ لو في حد رافع ايده ممكن يشارك معانا. دكتور احمد لو في اي حد ريزنج هاند. انا مش شايف حد ريزنج هاند اب تل ناو. جاهز يا باشا؟ والله مركز. ماشي يا ابو حميد، شكرا يا احمد. تمام، هو ما بندهمش وقت كافي يمكن ان حد يفكر يعني، فممكن نعم. هو دكتور احمد بيقول يا دكتور احمد رامي يعني عايزين انف تايم لو حد يحب يفكر فيها ويريز هاند. اوكي انا ما عنديش مشكله، استنى. حاضر، نقول تاني. هو دوت ميل بيشنت عنده 24 سنه كان بيشتكي من ريكرنت انكل سبرينز وعنده لاترال انكل بين، ودوت كان شكل الستريس فيوز زي ما احنا شايفين فيه تيلر تيلت. احنا عايزين نسال سؤال، ده فانكشنال انستابيليتي ولا ميكانيكال انستابيليتي؟ احنا ممكن نرجع تاني للسلايد اللي كنا عرضناها. ديت الفرق بين الفانكشنال والميكانيكال انستابيليتي. زي ما احنا شايفين الميكانيكال انستابيليتي لازم يكون في ايفيدنس عندي كلينيكال او راديولوجيكال. دكتور ايميل عوض بيقول ان هي دي ميكانيكال يا دكتور احمد بيه. تمام، شكرا دكتور ايميل، شكرا دكتور محمد. هي فعلا دي ميكانيكال انستابيليتي طبعا، لان انا عندي ايفيدنس زي ما احنا شفنا ان الستريس فيو بوزيتيف، فدوت معناه ان ديت ميكانيكال انستابيليتي. احنا قلنا طبعا ان هو عمل ريهابيليتيشن بروجرام ويل ديزايند لكنه ما اتحسنش، ف نكمل كونزرفاتيف ولا نعمل شيفت للسيرجيكال تريتمنت؟ في حد من الزملاء يحب يقول؟ دكتور ايميل عوض برضو بيقول سيرجيكال. تمام، طيب حس ان حضرتك معانا دكتور ايميل، تحب تعمل له ايه؟ تحب تعمل له اناتوميكال ريبير ولا نان اناتوميكال تينوديزيز؟ ودكتور احمد الامام برضو بيقول سيرجيكال. تمام، دكتور احمد برضو تحب تعمل اناتوميكال ولا نان اناتوميكال؟ دكتور ايميل بيقول اناتوميكال. تمام، ودكتور احمد؟ دكتور احمد بيقول اناتوميكال برضه. ممتاز، كويس جدا، وده فعلا اللي اتعمل زي ما احنا قلنا، لان هو الايفيدنس كله دلوقتي مع الاناتوميكال ريبير اللي هو البروشتون جول بروسيدور، وده اللي اتعمل فعلا. ديت انفيريو اكستنسور ريتيناكلم اتعمل لها ايزوليشن، وديت الكالكينيو فيبر ليجمنت بعد ما اتعمل له او بيتعمل له ريبير لتايت 4، وده الفاينل بيكتشر لما اتعمل رينفورسمنت بال inferior extensor retinaculum. فكده تكون اتمنى تكون المسج وصلت في حالات اللاترال انكل انستابيليتي. يبقى كده احنا تقريبا خلصنا اول نوع من الانستابيليتي. نعمل شيفت للميديال انستابيليتي. باك تو بيزكس برضه، الدلتويد ليجمنت تو لايرز، سوبرفيشال لاير وديب لاير. السوبرفيشال لاير هي تيبيو نافيكولار ليجمنت، تيبيو سبرينج ليجمنت، تيبيو calcaneal ligament، deep sorry superficial posterior tibio tailor ligament. معلش يا الاسماء يعني بتلخبط شويه، لكن يعني
لو مشينا فيها سيكوينشال كده هنلاقيها سهله. تيبيو نافيكولار، تيبيو سبرينج، تيبيو كالكينيال، تيبيو تيلر بوستيريور. وده طبعا التيبيالس بوستيريور تندون معمول ريفليكشن عشان نقدر نشوف الديلتويد ليجامنت، وده السبرينج ليجامنت. مهم ان احنا نقول هنا ان السبرينج ليجامنت بيعتبر من الميديال انكل ستابيلايزرز، لان هو كونكتد من خلال التيبيو سبرينج ليجامنت. فلو حصل له ديسربشن دوت هيدخل البيشنت ديفينتلي في ميديال انكل انستابيليتي. الديب ليجامنت او الديب لاير هي عباره عن ديب انتيريور تيبيو تيلر ليجامنت وديب بوستيريور تيبيو تيلر ليجامنت. طيب الابيديميولوجي بتاع الميديال انكل انستابيليتي الحقيقه فيه فيري فيو ريبورتس، لكن في ستادي ظريفه كانت معموله وكان فيها هنترمان عمل ارثروسكوبي حوالي 148 انكل فيهم كرونيك انكل انستابيليتي، واكتشف ان فيهم 40% منهم كان معاهم دلتويد ليجنز، ودي نسبه طبعا مش قليله خالص. لكن هو اللي مثبت فعلا ان الايزوليتد دلتويد ليجمنت ده رير جدا، عاده بيكون اسوشيتد وذ اذر انجريز. طيب الدايجنوزز بتاعه برضه هو مش هيختلف كتير عن الانكل عن اللاترال انكل انستابيليتي. العيان هيجي برضه بهيستوري الانكل انجري معاه ميديال سايد بين معاه جيفنج واي، و احيانا بيكون البيشنت عنده فيكسد بلجس هيل وفلات فوت. دي برضو حاجه تكون في الحسبان واحنا بنعمل اكزاميشن العيان انكل انستابيليتي او ميديال انكل انستابيليتي، ان هو مش دايما بيكون تروماتيك، لا هو ممكن يكون العيان عادي خالص. كل مشكلته ان هو عنده فلات فوت واكسس او سيفير فيكسد بلجس هيل، وده طبعا بيعمل تنشن وستريتشنج في الميديال ستابلايزرز اللي منهم الدلتويد ليجمنت، فيدخل عيان في الليت ستيجز في ميديال انكل انستابيليتي. الستريس فيوز طبعا بتشخص زي ما احنا شايفين دوت قد ايه التيلر تيلت وادي وايدنج في الميديال جوينت سبيس. طب التريتمنت بتاعنا برضو ما بيختلفش كتير، احنا يا اما كونزرفتيف يا اما سيرجيكال. الكونزرفتيف عن طريق الاموبيلايزيشن والفيزيوثيرابي والمسل سترينثنج. اذا حصل امبروفمنت ولانجود، اذا ما حصلش امبروفمنت فبنقدر ان احنا او بنضطر ان احنا نلجا للسيرجيكال. والسيرجيكال تريتمنت بيعتمد على الحاله بتاعت الريمننس بتاعت الدلتويد ليجمنت. لو هي جود ليجمنت تيشو انا ممكن اعمل دايركت امبليكيشن على طول زي ما عملت في البروستون رول. اما لو كانت الريمننس بتاعت الليجمنت بور، الحاله ديت انا محتاج ان انا اعمل ريكونستراكشن ويز فري جرافت زي مثلا بلانتارز او الهامسترنج تندون. ما انساش ان عيانين الميديال انكل انستابيليتي زي ما لسه قايلين في السلايد اللي فاتت ممكن يكون عندهم فيكسد فالجس هيل ديفورميتي، وفي الحاله ديت انا لازم اصلح الفالجس هيل من خلال الميديال ديسبيسمنت كالكينيال اوستيوتومي. ان انا لو عملت ريكونستراكشن او اي نوع من الريبير للميديال ليجمنت او الدلتويد ليجمنت وما صلحتش الفالجس هيل، فهنا انا ما صلحتش البرايمري كوز اللي عامل المشكله كلها، فالعيان هيبدا يتحرك ويبدا يعمل ويت بيرنج، هيحصل تاني فيلير للتريتمنت او للريكونستراكشن اللي انا عملته. طيب هو في ايفيدنس بيقول الكونزرفتيف نتائجه احسن او السيرجيكال نتائجه احسن؟ الحقيقه لا، في ديفيشنسي واضح في الليترشر في ليفل 1 وليفل 2 ستاديز، ومفيش لونج تيرم ستادي على الكرونيك ميديال انستابيليتي تريتمنت ايذر سيرجيكال او نون سيرجيكال في الاثليتس. لكن دوت اللي مثبت حاليا في الليترشر ان انا لازم ابدا كونزرفتيف في البدايه، لو ما كانش في امبروفمنت بعمل سيرجيكال تريتمنت زي ما قلنا از دايركت امبليكيشن او ريكونستراكشن از فلي جرافت بلس اور ماينس بالجس هيل ميديال ميديال ديسبيسمنت كالكينيال اوستيوتومي. كده نكون خلصنا الميديال انستابيليتي. ننتقل دلوقتي للسندزموتيك انستابيليتي وهي اخر نوع. By definition, syndesmotic instability عبارة عن persistent widening of distal tibiofibular joint أكتر من 3 شهور زي ما احنا شايفين هنا في الإكس-ري. هنفتكر مع بعض بسرعة syndesmotic ligaments. دوت anterolateral view ودوت posterior view. Syndesmotic ligament بيتكون من anterior inferior tibiofibular ligament والposterior inferior tibiofibular ligament. قدامه وفوق وشويه هو مش باين للاسف في الصوره هنا ترانسفيرس تيبيو فيبرال ليجامنت، وبعد كده الاخير انتر اوسيس ليجامنت اند ميمبرين.
الدايجنوزز بتاعنا برضو مش مختلف كتير، برضو هيستوري اوف انكل انجري عاده بيكون اكتر من 3 شهور، والعيان بيجي بيشتكي من جيفنج واي وديفيكال توكن على الان ايفن جراوند، وفي ستيفنس سبيشالي في الدورس فليكشن، لان ده البوزيشن اللي بيحصل فيه وايدنج في السندزموتيك جوينت عشان يستوعب الوايد anterior part of the talus، وبيكون في painful external rotation test. هنا احنا بنحط الني في flexion 90 درجه ونبدا نعمل external rotation للفوت، هيحس البيشنت ببين في الديستال بارت اوف ذا ليج. ودوت التست اللي ممكن احنا نقدر نعتمد عليه في الدايجنوز بتاع السندزموتيك انستابيليتي. التست الثاني بتاع السكويز تيست ما هوش ديبندنت قوي في الكرونيك انستابيليتي، ونقدر نعتمد عليه اكتر في الاكيوت ستيج. الاكس ريز طبعا زي ما احنا كلنا عارفين الانتر بوستيريور واللاترال والمورتس فيو، مش هنضيع وقت فيهم كتير، هنذكرهم بسرعه. التيبيو التيبيو فيبولار كلير سبيس والسوبيريور كلير سبيس والتيلو كورال انجل عشان اشوف هل في شورتنج في الفيبولا ولا لا، وبشوف كمان التيبيو فيبولار اوفرلاب والميديال كلير سبيس. الحقيقه اللي هنتكلم عنه شويه هو الرول بتاع السي تي. ديت ستدي كانت معموله سنه 2013 وكانت معموله على 100 سي تي انكل، وكان الهدف منها ان هم الاوثرز عايزين يشوفوا باراميترز معينه نقدر ان احنا نقيس عليها او نقيس البارامترز ديت عشان نقدر نحدد هل في فعلا سندزموتيك انستابيليتي ولا لا. ديت كانت شكل الريزلتس بتاعتها في الجدول، كنا عاملينها 3 جروب وكانت كل الريزلتس تقريبا كومباربل. احنا هناخد جروب واحد وهنبدا نتكلم عنه. هم اخذوا 3 حاجات يقيسوها علشان يحددوا هل في سندزموتيك انستابيليتي فعلا ولا لا. اول حاجه الروتيشن واللاترال ديسبيسمنت والانتروبوستيريور. الروتيشن واللاترال ديسبيسمنت والانتروبوستيريور ديسبيسمنت بتاع الفيبولا ان ريليشن للانسيزور. اوكي طيب الروتيشن عشان يحددوه اخذوا 2 لاينز، لاين اي ولاين بي. اللاين اي بيكونكت الانتيريور مارجن بتاعه الانسيزورا والموست انتيريور بارت اوف ذا فيبولا. لاين بي بيكونكت البوستيريور مارجن اوف ذا انسيزورا والموست بوستيريور بارت اوف ذا فيبولا. وعملوا الريشيو بتاعتهم لقوها انها نورمالي بتكون 0.5. البارامتر الثاني هو انجل 1، بيكون الانجل ما بين لاين بيكونكت الانتيريور مارجن والبوستيريور مارجن اوف انسيزورا، واللاين الثاني اللي هو بيكون في الاكسس بتاع الفيبولا لقوناها نورمالي بتكون 8.7. في حاله الاختلاف بزياده من وصلنا معناه ان في روتيشن للفيبولا ان ريليشن تو ذا انسيزورا. البارامتر الثالث هو اللاترال ديسبيسمنت، ودوت عملوه عن طريق ان هم قاسوا لاين سي. لاين سي بيكونكت بتوين ذا ميدل اوف ذا انسيزورا and the middle of the medial border of fibula، ولقوا ان هو normally 2.8. اكتر من كده معناه ان في lateral displacement للفيبولا in relation لل incisura، وده معناه طبعا ان في syndesmotic disruption. البارامتر الاخير هو الانتروبوستيريور displacement، عملوه بان هم قاسوا line D وline E. بالراحه كده هم اخذوا نفس line ما بين الانتيريور مارجن والبوستيريور مارجن اوف انسيزورا، وجم عند الميدل بتاع اللاين دوت وخدوا عليه لاين بيربنديكولار اللي في النص. وبعد كده اخدوا لاين دي بيكونكت البيربنديكولار لاين مع الموست انتيريور بوينت اوف ذا فيبولا. لاين اي بيكونكت البيربنديكولار لاين مع ذا موست بوستيريور بارت اوف ذا فيبولا. واخدوا ريش بينهم دي على اي لقوها نورمالي 1.5. البارامتر الاخير عشان يشوف في انتروبوستيريور ترانسليشن ولا لا كان نفس اللاين برضو اللي هو بين بيكونكت بين الانتيريور مارجن والبوستيريور مارجن اوف انسيجورا، وبدل ما ياخدوا بيربنديكولار لاين في الميد بوينت لا اخدوا عند الانتيريور مارجن تاني نفس الخط هنا بيربنديكولار عليه، وقاسوا المسافه اف اللي هي ما بين البيربنديكولار لاين ده والموست انتيريور بوينت اوف ذا فيبولا، وكان النورمال بتاعها 2.3. اتمنى انها تكون القياسات يعني اكون قدرت اوضحها ليكم. طيب التريتمنت بتاعنا الانديكيشنز بتاعته كلها ان يكون البرزنتيشن بعد 3 شهور.
من الانجري، سواء كان سيندزموتيك سبرين او سيندزموتيك ديستراكشن، وان يكون في انستابيليتي في الستريس فيوز، وان يكون في فيلير الكونزرفتيف تريتمنت اوف سيندزموتيك سبرين. البرنسبلز بتاعت السيندزموتيك ديستراكشن هو في نقطتين مهمين بنركز عليهم، ان انا لما اجي اعالج الكرونيك سيندزموتيك انستابيليتي لازم اعمل ديبرايتمنت للفايبروتيك والكارتج تيشو من الميديال واللاترال جاترز عشان اقدر اعمل ريدكشن للتيلس اندر ذا مورتس. لو ما عملتش دوت غالبا مش هقدر انا اعمل ريدكشن للتيلس. وبعد ما اعمل ريدكشن للتيلس لازم اعمنتين الريدكشن ده بريدكشن كلام كويس، تمام؟ وده غالبا اللي احنا بنعمله في الاكيوت ستيج او في حالات الباينالي ربوس او تراينالي ربوس اللي بيكون معاه سندزموتيك ديسربشن. وبعد كده هنثبت زي ما احنا نحب بتو سندزموتيك كورتيكال سكروز من خلال اربعه كورتيسز او بالفايبر واير باتون وات ايفر المتاح او اللي السيرجن بيفضل. الهوم مسج بتاعتنا البروبروسيبتيف تريننج اند ذا ماسل سترينثنينج ار ذا فيرست لاين اوف ذا تريتمنت اوف كرونيك انكل انستابيليتي. ما ينفعش ان انا اعالج كرونيك انكل انستابيليتي من غير ما اعمل بروبروسيبتيف تريننج وماسل سترينثنينج. البروشترون جولد بروسيدور از ذا جولد ستاندرد فور كرونيك لاترال انكل انستابيليتي. الميديال انكل انستابيليتي از نوت ان كومن از وي هاف تو بيفور، هي ممكن تكون اندر استيميتد لكن هي موجوده، محتاجه ان احنا ندور عليها شويه. الانتوميكال ريكونستراكشن اوف ذا ديلتويد ليجمنت از مانداتوري فور بيتر اوت كوم اوف تريتمنت اوف ميديال انكل كرونيك انستابيليتي. سيندزموتيك انجريز بريزيستنت مور ذان 3 مانثس ار كونسيدرد سيندزموتيك انستابيليتي. ديبرايدمنت اوف ذا ميديال اند لاترال جاتر از كروشيال for syndesmotic reduction and the treatment of chronic syndesmotic instability. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد، شكرا دكتور هاني. شكرا جزيلا اخونا الحبيب دكتور احمد بيه رامي على وجودك معانا النهارده، احنا سعيدنا بوجودك يا دكتور رامي والله. باشا انا سعيد والله بوجودي مع حضرتك. الله يخليك يا حبيبي محمد. استاذنا الدكتور هاني بيه والدكتور محمد بيه ابراهيم، يعني لو نبدا الدسكشن مع الدكتور احمد. دكتور هاني باشا. بس انا بتهيألي ما فيش اسئله ولا في اسئله. اسبركتينس تكنيك اوكي. وبس انا عندي سؤال يا دكتور احمد بعد اذن حضرتك. هو بس لازم نعمل ستريس شويه دكتور احمد على كونزرفاتيف تريتمنت في حالات السبرين لاترال ليجمنت. امتى نعمل في الكونزرفاتيف او اللي هو في الفيرست 3 دايز بتاعتنا؟ هل هو نبتدي على طول اللي هو الريهابليتيشن بروجرامز، ولا نسيب البيشنت جاست 3 ويكس وبعدين نبتدي معاه البروجرامز بتاعنا في حالات الاكيوت؟ لو في حاله اكيوت، هو لو في حاله الاكيوت يا بيه يعني كل ما كان بدري كل ما كان احسن، بس ده بيتوقف طبعا على قدره البيشنت. هو المهم ان احنا يعني ما نحطش العيان في سبلنت او في باست فتره طويله. ابدا امتى؟ as early as possible بقدم العيان ان هو يقدر يتحمل البين. اوكي. هو بس بتهيألي كان وبس انا عاوز اوضح نقطه بس. اول حاجه ان هو بالنسبه في حالات الاكيوت كان في اللي هو التراديشنال قوي ان احنا بنعمل اللي هو البلوني كاست او اللي هو البلاستر كاست، يعني بلوني كاست. فهو هنا في دايما بنقول في حالات السبرين في الاكيوت سبرين عشان تو ريتش ان احنا نعمل اللي هو ريهابليتيشن بروجرامز، ان احنا طبعا بيبقى في سوالينج، بيبقى في اوديما، بيبقى في اكوموزيس، فوتش سبيتر ان احنا بنعمل اللي هو اللي هو الاليفيت الليمب، بنحط الكولد فومنتيشن، بنعمل الكلام ده. دي نقط مهمه. الحاجه الثانيه بلاش نعمل بلاستر كاست، احنا اتس بيتر ان احنا اللي هي الانكل جيل بريس او مثلا ويتشز انك انت تقلاو البلانتر فليكشن والدورس فليكشن، وبعدين بعد كده وبريفنت الانفرشن والايفرشن بتاعه الانكل، which is I think انها برضو important. الحاجه اللي هي المهمه ان كل الزملاء ان في الفيرست
3 5 دايز في الـ في البيشنت بتاع السبرين، انك يو كان ايفالويت البيشنت ده فعلا الكونزرفاتيف هيبقى كويس ولا لا. لو البيشنت بعد ما عمل جاله سبرين حصل ابتدى يحصل فيه ان هو بعد الاليفيشن جاست ان هو ابتدى يعمل بارشال ويت بيرنج او كومبليت ويت بيرنج وذاوت بين، سو اتس بيتر انك بتاليفيت. الحاجه الثانيه بتاسك البيشنت انه يلبس الانكل الانكل جيل بريس ان هو فور 3 ويكس الاو دايما اللي هو يبتدي يعمل بارشال ويت بيرنج which I think ان هو اتس فيري امبورتنت، وبعدين بعد كده نبتدي البيشنت بعد ما بيعمل كده لكن انكرج هيم ان هو يدور ديفليكشن وبرونتر فليكشن عشان تو بريفنت الستيفنس او اني بروبلمز بتقابل البيشنت. انا ما اعرفش ايه رايك في البروجرامز ده او اللي هو المفروض ان هو الشباب بتوعنا يعرفوه، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ يعني هتوصلنا في هنعمل لما نيجي نعمل ريهابيليشن بروجرام، هل دي هتهلب الاس في حاجه فيها؟ اه طبعا يا بيه طبعا، لان ده هي يعني اللي حضرتك البروجرام اللي حضرتك بتقوله ده غالبا اللي مش هيخلي العيان ايفن حتى لو هو عنده مش مجرد سبرين يكون عنده تير فعلا في الليجمنت، العيان مش هيخش فانكشنال انستابيلتي، ده اللي هيخليه ريستور بسرعه البروبريسبشن وريستور الباور بتاعه البرونيال ماسلز، فبيرستور الاستابيليتي بتاعه الانكل بسرعه، وغالبا ده مش هيخش في فانكشن ولا لا فانكشن استابيليتي ولا ريكرنت سبرينز بعد كده. طب بص، في دكتور عدنان بيسألك بس سؤال، فيزيوثيرابي اب تو كم مدة فيزيوثيرابي اب تو سيرجري، ومتى تسمى الإصابة بكرونيك؟ مدة الفيزيوثيرابي بتاع بوست اوبراتيف سيرجري، وامتى نقول ان احنا وصلنا البيشنت ده بقى كرونيك انستابيليتي مش اكيوت انستابيليتي؟ مدة الفيزيوثيرابي بوست اوب ممكن مش يعني مش اقل من 6 ويكس. تمام، العيان امتى نقول عليه كرونيك انستابيليتي؟ يعني ما فيش وقت محدد انا اقول عليه اقدر اقول عليه كرونيك انستابيليتي، لكن بعد الاكيوت ستيج المفروض لو العيان ابتدى الريهابيليتيشن بروجرام بتاعه المفروض ان هو مش هيخش في الكرونيك انستابيليتي ديت، لكن لو هو بدا فيه وقعد مثلا 6 اسابيع او شهرين، بعد 3 اسابيع بعد 3 شهور اسف، اذا العيان فضل بيرسيستنت سيمتومز اقدر اقول عليه بقى دخل في كرونيك انكل انستابيليتي. طب even حتى after 3 weeks من الانجري واحنا لقينا عندنا اللي هو الميكانيكال، زي ما احنا اتفقنا ان هو البيشنت سفرد فروم بين وعنده ميكانيكال اللي هي الميكانيكال سيمتومز اللي هي موجوده معانا، الانتيريور ودرول او الاستريس تيست طلع بوزيتيف، وش ده ما تعتبروش برضه كرونيك انستابيليتي ولا انت رايك ايه؟ يعني اتفضل يا بيه. اللي قصدي عليه ده بنعتبره كرونيك انستابيلتي بس جاست افتر 3 مانث، يعني البيشنتس اللي عنده مثلا انجرز في اللاترال عنده في اللاترال ليجمنتس وعنده جيفنج واي وكده افتر 3 ويكس من الانجري، ده ما نعتبروش كرونيك انستابيلتي ونستنى الثلاث اشهر لغايه ما نوصل لثلاث اشهر ونبتدي نعمله الاوبراتيف بتاعه؟ لا، انا مش هستنى عليه طبعا، انا اعمل اوبراتيف الفتره دي كلها، مش هقدر ان انا ابقى مستني ده كله قدام عندي ايفيدنس واضح زي ما حضرتك بتقول انتيريور درور او سبريس فيوز واضح فيها الانستابيليتي، يبقى خلاص ده كده مش كرونيك محتاج ان انا استنى، هو وفيلد ايفيدنس معاك انستابيليتي، وفيلد اللي هو الريهابتيشن بروجرام بتاعه. هو برضه هو الدكتور مش عدنان ده زعلان من موضوع الانكل سبرين ده، هو بيسال في السيك ليف في الانكل سبرين كم يوم يظهر بيجي له كتير ويقولوا له ده جاله سبرين، فالدكتور عدنان يعني فعلا فرصه انه بقى يستغلك في النقطه دي يا دكتور احمد، فبنستاذنك يديله كام يوم بعد انكل سبرين؟ سيك ليف بتاعه كام؟ والله بيه، يعني هو الانكل سبرين العادي هو اسبوع بصراحه، لكن يعني هنعمل اعتبار للبين ثريشولد ان دي برضه فيها بيرسونال فاريشنز، فدكتور عدنان يعني خليك كريم واديله اسبوع مش مشكله.
اسبوعين من عندك يا دكتور عدنان، مش مشكله معلش. يعني، مش مشكله. هو برضو انا رايي بس حاجه دكتور عدنان، برضو يعني خليك برضو معاه اونست شويه، وبرضو بص على حكايه ان هو يعني خليه يجي لك في اليوم الخامس من بدايه الانجري، وبعدين بعد كده انت تاسس. لو هو بيعمل فعلا ويت بيرنج ويعني الدنيا قليله معاه، مفيش بين جامد، الدنيا كويسه، اوكي اديله على دكتور احمد اسبوع ذاتس انف. لو عاوز تبقى كريم معاه اديله اسبوعين برضو كويس، بس اهم حاجه لبسه الانكل بريس لمده ال3 اسابيع الاولانيين دول. برضو دكتور عدنان، ثانك يو سو ماتش. انا شايف سؤال يا استاذنا الدكتور هاني بيه انا بعد اذن شايف سعادتك كويس. للدكتور احمد رامي من الدكتور محمد اشرف خليل. In syndesmotic instability, how these screws will correct the instability, will the ligaments heal, and will you remove the screws and when? اوكي، هو السكروز مش هت ملهاش علاقه بالهيلينج، على قد ما هي بتمنتين الريدكشن. زي ما قلنا احنا مهم جدا ان انا اعمل ريدكشن للتيلس اندر ذا مورتس. لو انا ما قدرتش اعمل دوت فانا ما عملتش ريدكشن للسندسموسس. لكن هاو تو مينتين ذا ريدكشن، في الاول انتر اوبريتيف بمينتين دوت بريدكشن كلام، بس مش هينفع ان انا اخرج العين بريدكشن كلام، فهشيل الريدكشن كلام واستعيد بيه بالسكروز. اوكي، دي بتكون مهمتها انها تمينتين ريدكشن، لكن هي مالهاش علاقه بالهيلينج. السؤال الثاني معلش بيه، انا اسف، الجزء الثاني من السؤال كان ايه؟ الجزء الثاني حضرتك، will the ligaments heal and will you remove the screws and when؟ طيب، هو ده ليجامنت ويل هيل طبعا، بس ممكن يحتاج انه يتعمل ايدر اوبن او ارثروسكوبيك ديبرايدمنت للسندزموتيك ليجامنت، لكن ات ويل هيل. هتريموف امتى؟ يعني دي بقى فيها ديبيت كبير جدا، يعني الديبيت الذي لن ينتهي. رايي انا الشخصي، انا ما بحبش اشيلهم بصراحه، ايفن حتى في الاكيوت ستيج او في الاكيوت انجريز. انا مش بحب ان انا يعني ادخل عيان عمليه ثانيه لمجرد ان انا ارضيه الحقيقه. لكن لو بتسال ايه الصح، ممكن تسيبه وممكن تشيله. There is no evidence ان انا لازم اشيل او لازم اسيبه. مش هيكسره يا دكتور احمد؟ هيكسره بيه طبعا، اكيد هيكسره. هو هيكسره. هو بس اتفضل يا بيه. هو انا استاذنك بعد اذنك. هو بص يا دكتور محمد، هو في نقطة، هو كلام الدكتور احمد بيتكلم على الكرونيك اكتر، لانك انت ضروري انك انت بتعمل ديبريدمنت، بتشيل كل السوفت تيشوز اراوند في السندزموز نفسه وبتحط تو سكروز، ودي الديبيت هنا، تشيلهم ما نشيلهمش، وفي ناس كلها معظمها بيقول ما فيش مشكلة. لكن في حالات الاكيوت انت جاست انك انت بتعمل كوركشن وبتحط السكروز دي. هو تقلاو بقى ان في، هم بيقول لك ممكن تشيله بعد 6 ويكس، لان عشان تقلاو اللي هو الموفمنت بتاعت الجوينتس نفسه هنا، لان حصل دايركت ريبير. لكن اللي احنا بنتكلم اللي اتكلم عليه الدكتور احمد، ولا انا مش فاهم كده ولا كلامي غلط يا دكتور احمد؟ ان هي كرونيك انستابيليتي. في كرونيك انستابيليتي لا، اتس بيتر ان احنا، انا شخصيا لو في جاي لي بعد مده كرونيك انستابيليتي، يعني بنحط السكروز دي ونشوف. هنا بقى في الاكيوت في اكيوت انجري، مع مثلا لو في لاترال ماليس وحاسس ان المفروض ان احنا بنحطه، هو في اكيوت انجري وبعدين بعد كده بيهيل افتر 6 ويكس. لكن هنا ديبينس، لو البيشنت برضو ابتدى يعمل ويت بيرنج وحاسس ان هو الدنيا معاه مش مظبوطه شويه في حالات معينه، ممكن انك انت تعمل له ريموف. في ناس بتقول ملوش لازمه، انا شخصيا في حالات ال 6 ويكس، مش يعني بعد 6 ويكس من الحالات بشيل ده، ما بعملش. انا بعمل بارشال ويت بيرنج بس الاول بشيله، بحيث انه يبتدي العين تو موف وبيقلو ان هو دور ريفليكشن في الاكيوت. لكن في الكرونيك لا طبعا، لان اوريدي احنا فتحنا وحطينا ونظفنا ديبريدمنت، عملنا كل الحاجات دي. فبالتالي انا ما اعرفش بقى رايك يا دكتور احمد في النقطه دي، نعملها ولا انت بتعمل ايه في حالات الاكيوت؟ والله بيه، في الاكيوت زي ما حضرتك قلت، لو العيان ما عندوش مشكله واضحه، الحقيقه انا يعني ما بحبش ان انا اشيله. لكن لو في واضح ليميتيشن في الموفمنت، خصوصا الدورسيفليكشن، خلاص اوكي هشيله، وبقول العيان من الاول الحقيقه.
يعني بقول له ان او بين على اللاترال اسبكت، ولا نعم يا فندم، او في بين على اللاترال اسبكت او في بين على بتاع اللاترال اسبكت او الانترولاترال اسبكت اوف ذا انكل. في الحاله ديت طبعا هشيلها وبقول للعيان من الاول، بقول له ان انت عندك مسمار في كذا كذا، وممكن نحتاج نشيله وممكن ما نحتاجش نشيله. بالظبط. من البدايه يكون عارف ده، لان يعني طبعا في ناس كتير تمام بتتخض لما المسمار يتكسر، ودي مصيبه والعمليه باظت. هو. لا بس طب اتفضل اتفضل يا دكتور فندم. محمود، اتفضل يا انت فندم. وحشتنا وحشتنا والله يا دكتور محمود، لا يا فندم، ازيك؟ تحت الامر. ازاي حضرتك فندم؟ الله ازاي الله حضرتك؟ يخليك. شرف لينا وجود حضرتك معانا النهارده. لا وانا يا ده انا الشرف ليه؟ بس ازاي اتفضل. حضرتك، انا كان ليا كومنت وكان ليا سؤال. هو بالنسبه للكومنت بس، احنا عايزين نوضح للناس ان هو بالنسبه للريهابليتيشن بروتوكول في حالات الاكيوت لاترال انكل انستابيليتي، هو انت لازم تنسيست للفيزيوثيرابيست ان هو هيعمل بروبيوسيبشن اكسرسايز ويعمل برنيال ماسل سترينثنج اكسرسايز، مش اي فيزيوثيرابي هيعمله، عشان هو ما يروحش يقول لك يعني ما تجوش. يعني انت قلت لنا ما حدش يعمل كاست والناس تروح تعمل فيزيوثيرابي والناس مش بتتحسن. لا، هو في حاجات معينه بتتعمل ان هو لازم يحسن البروبيوسيبشنز ولازم يعمل سترينثنج للبرنيال ماسل، مش ان هو يروح يعمل فيزيوثيرابي للرينج اوف موشن ويقلل البين شويه، انما الفانكشنال استابيليتي دي نقطه مهمه. طب انا السؤال استاذنك يا دكتور اتفضل. محمود قبل الكومنت، بس عشان بس في حاجه مهمه. هو برضو هو الدكتور احمد كان ذاكرها، وبالعكس في التيك هوم مسج قال اهم حاجه البروبريسبتيف، لازم انك اما ريفيرنج للبرونياي وكده. فالكومنت التاني دي كويس قوي، ان احنا من دكتور محمود اهو بناكد بكل الاتندنس الموجودين معانا ان مهم جدا، اهم حاجه في الريهابيليتيشن بروجرام، انك انت بتكتب للفيزيوثيرابيست بتاعك ان هو زي ما الدكتور احمد قالها لنا اثناء المحاضره، والدكتور محمود عمل الكومنت المهم بتاعه ده، ان هو ان احنا المفروض ان احنا نعمل سترينث البروبسبتيف بروجرام في ريهابليتيشن، وان احنا نعمل سترينث اكسرسايز للبرونياي which is very important and effective. اوكي السكند دكتور محمود اتفضل حضرتك. هو بالنسبه لدكتور احمد للحالات اللي فيها سواء اكيوت انكل انستابيليتي، لا انا بتكلم على اللاترال انكل انستابيليتي سواء اكيوت او كرونيك، انت لما تيجي تشتغل اوبرتيف، انت الرول بتاع الام ار اي بري اوبرتيف، انت بتعمل ام ار اي ليه بري اوبرتيف؟ يعني انت دلوقتي عيالك عيان عنده انكل انستابيليتي، هتعمل له ام ار اي ولازم تلاقي فاينز في الام ار اي عشان تشتغل، ولا بتعتمد على الكلينيكال فاينز بس؟ والله بص، هو الام ار اي الرول بتاعها هو كونفيرميشن واكسكلوجن اوف اذر كوزز، لكن مش لازم الاقي في راديولوجيكال ايفيدنس في الام ار اي على التير بتاع اللاترال ليجامنتس. كفايه قوي ان يكون في عندي انتيرو درور تيست بوزيتيف وفارس تيست بوزيتيف، ويكون عندي الاستريس فيوز بوزيتيف. ده فير انف ان احنا ناتاك اللاترال ليجمنتس. بس هو الفكره هل هي لاترال ليجمنتس وبس ولا لا؟ ناس كتير من اللي عندهم لاترال ليجمنتس ممكن تلاقي عنده اوستيوكوندرال ليجن، ممكن تلاقي عنده برونيال تير، ودي مهمه. يعني اي هاف تو اتاك، لان انا لو دخلت عملت الريبير لللاترال انكلز بس وللاترال ليجمنتس، والعيان عنده برونيال ماسل او سوري برونيال تندون ديس اوردر او تير، ده هياثر بالسلب على الاوتكم. لو العيان عنده اوستيوكوندرال ليجن برضه هيأثر بالسلب، ايفن حتى لو لأي سبب انا مش هقدر اتاك كل دوت في وان سيشن، بس ابقى عارف والعيان فاهم ان احنا عندنا اذر ايشوز لازم ان احنا نعالجها ايفن او على تو ستيجز. تمام. احنا بس يعني عايزين، اتفضل يا فندم. لا اتفضل يا محمود، دكتور محمود اتفضل. هو حضرتك. تمام. هو بالنسبه يعني هو العيان اللي عنده كرونيك انكل انستابيليتي ده، يعني الانسيدنس بتاع انه يحصل له او سي دي ده هاي، لذلك احنا بنعمل ام ار اي عشان اكسكلود ان يكون في او سي دي مع حالات الكرونيك انكل انستابيليتي. الحاجه الثانيه، لو العيان ما عندوش او سي دي وما عندوش اي اذر باثولوجيز موجوده، احنا مش لازم نلاقي تير في الاي تي اف ال عشان ندخل نعمل ريبير. احنا بنعتمد ان العيان كلينيكالي جاي بيشتكي من بين او جيفنج واي، وده بقى كرونيك، ولقينا الكلينيكال تيستس بوزيتيف، مش لازم الاقي تير في الام ار اي عشان اشتغل. ودي نقطه احنا عايزين بس نوضحها لهم. يعني شكرا. بالظبط يا دكتور محمود. اعتقد احنا كده وي كام تو ذا اند يا فندم.
يعني احنا نشكر اخينا الحبيب الغالي استاذ دكتور احمد بيرامي على الفيري نايس توك وعلى وجوده معانا النهارده، واسترجعنا الذكريات الجميله يا دكتور احمد بوجود حضرتك والله. يا باشا ربنا يبارك في حضرتك. يعني والله انا حضرتك يعني مش متخيل انا سعيد قد ايه بوجودي مع حضرتك والدكتور هاني طبعا ربنا استاذنا يخليك يا حبيبي. دكتور محمد ابراهيم والدكتور محمود. حقيقه انا بشكركم جدا على الدعوه الكريمه ديت احنا تشرفنا بوجودك النهارده يا وتعرفونا دكتور شرف احمد. يا دكتور محمد. ربنا يبارك في الله حضرتك. يخليك يا دكتور احمد، شكرا.